يلجأ بعض الأشخاص في المبالغة في وصف الأشياء أو الأحداث أكثر من اللازم، وذلك لتحقيق أثر معين أو حتى لفت الانتباه. فهل يعتبر هذا التصرف دلالة على قلة الثقة بالنفس؟ راح نناقش هذا الموضوع أكثر بتفاصيل أكثر. أيضا ينضم لنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله العريفي، أخصائي نفسي أول. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يحييك. طبعا ذكرنا في بداية المقدمة أنه في ناس تحب مثلا نقول بالعامية تبهر الأحداث وتخليها مثلا بدل ما تكون 10 ثواني تخليها ساعة كاملة، مثلا بهارات أو كلام كثير. وش الأسباب النفسية لمثل هذه الأشياء؟ شوفي، تضخيم الأمور يختلف جدا عن أنك تبهر، لأن هذه شخصية وذي شخصية. لكن لما نتكلم عن ليش الناس تبالغ، شخص يبالغ في موضوع معين أو في حاجة معينة، هي تعتمد أو التهويل زي ما ذكرت الأستاذة، يعتمد على نوعين. أما أنا أبالغ لأن هذا الشخص يعني لي، هذا الشخص ذات قيمة عالية عندي أنا، فأي تصرف منه أنا أركز عليه وفوكس عليه ويعني لي بشكل كبير. وأيضا أي تجاهل منه، مش فقط حتى لو ما تصرف، تجاهله يعني لي شيء ثاني. هذا على الجانب الأول. في جانب ثاني، أنه مو يكون شخص، يكون حاجة أخرى زي العمل، المال والأعمال، الدراسة، تكون الفاليو حقها، القيمة حقها عالية جدا عندي، فأنا أكون أفكر فيها بشكل مبالغ، أضخمها، تأخذ حيز كبير من حياتي، يكثر التفكير دائما في أوقات ما قبل النوم. أستاذ عبد الله، يعني بعض الأحيان أنت كلمة فيها قلتها لأنك تحب الشخص مثلا مرة يكون، فأنت تبالغ، يعني بمعنى تبالغ بردة فعلك أو تفسير الأمور من ناحيته. هل هذا الشيء يعتبر شيء حلو ولا يعتبر مرض نفسي أو اضطراب نفسي؟ أول حاجة، في حاجة لازم نعرفها، الناس ذات قيمة عالية عندنا كمعالجين نفسيين، وليس من السهل تشخيصهم بناء على تصرف. كيف؟ وش قصدك بالناس؟ يعني ما هو سهل اني من موقف بشخص فلان عنده انه مريض نفسي. قيمة الناس جدا عالية، انا مختص والكلمة اللي بتطلع مني محسوبة عليه قبل ما تحسب علي. فلذلك قيمة الناس، انا كعبد الله العريفي يعني ما اقول اني نشط مرة، لكن عندي نشاط بسيط على تويتر، يجيني استفسارات بشكل يومي، ناس يرسلوا لي رسائل انا عندي كذا وش تشخيصي، اقول اعتذر منك، قيمتك أعلى من شخصك مجرد ترسل لي رسالة. أنا حتى أحيانا لما أقدم استشارات أونلاين أكتب أعتذر عن استقبال استشارات الكتابية حتى لو كانت بمقابل. الناس أكبر بكثير من أن نقيمهم بناء على على رسالة يرسلها أو على تصرف أشوفه منه. فعشان أشخص إنسان، المفروض أنه يكون يحضر للعيادة، يتم عمل مقابلة، دراسة حالة، وحتى المعالج الناجح حتى لما يشوف أن هذا الإنسان عنده مؤشرات قلق، اكتئاب، وتفر، أطبق عليه مقياس برضه لي. المقياس عندنا، المقاييس النفسية، نستخدمها زي ما يستخدم الدكتور لما يشوف مؤشرات سكر، يروح يقول حلل لي سكر عشان يتأكد. فأنا أستخدم المقاييس، حتى لازم تتوافق المقياس مع تشخيصي عشان أقدر أشخص الإنسان. فأرواح الناس جدا غالية عندنا. أكيد طبعا، هذا بالنسبة لتحليل مثلا الشخصيات، لكن خلينا نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم اللي هو مثلا شخص يبالغ بالحادث أو يضخم الأمور بشكل كبير، وأنا أعرف أنه هو قاعد يضخم الأمور. هل هذا الشيء راح يفقد مصداقيته عندي وعند الناس؟ شوفي، في حاجة لازم تعرفينها، ما بداخلك يشعر به الآخرين. شلون؟ أنا لما أقوم أضخم وأضخم وأضخم، إيش معنى الشيء هذا؟ معناه أني أنا كعبد الله العريفي اليوم ضيف جديد عندكم، ما تعرفين. لما أضخم ممكن تتقبلين كلامي، تقول، لكن لما تجلسين معي مرة مرتين وعشر وكل مرة أضخم، إيش الانطباع اللي بيكون عني؟ أني أنا شخص مبالغ، شخص بحد أمرين، يا أني إنسان مجرد ثقتي مهزوزة بنفسي ومخايف من موقف معين، وهذه دائما تكون لأنك تخاف من حاجة معينة فتضخمها، أو إنسان يحب أنه يجذب انتباه الآخرين. طيب، متى تكون المبالغة والتضخيم ذكاء اجتماعي ومتى تكون مشكلة؟ والله شوف، أنا أكون معك صريح، أنا ما أعتبر التضخيم اللي يصل لمرحلة التضخيم ذكاء اجتماعي، لأنك أنت لما بتضخم بشكل واضح، أنت بتضخم مع ناس ترجي منهم جر منفعة، مسؤول، ثري، أي حاجة. هذول الناس ما وصلوا بالصدفة، فعندهم من الذكاء الاجتماعي اللي
يخليه يعرف انك ما انت قاعد تتكلم بصحيح. ممكن التضخيم يفيد كن معك صراحة يعني واضح وصريح في العلاقات العاطفية. عندنا هذا اللي دائما يكون فيها طخ، يكون في تضخيم في العلاقات العاطفية. حتى في علاقات السوشيال ميديا في نوع من التضخيم، في نوع من الثناء المبجل. بس هذولا ما هو، هذولا أستاذتي الكريمة ما هو يضخم عشان يكسبهم، هذولا هم كلهم قاعدين يجملون بعض. لا ممكن يضخم عشان يكسبهم. إيه يكسبهم هم يكسبون منه، هم قاعدين يكسبون من بعض. هم ما هو لما يضخمهم هذه يسمها منفعة متبادلة. لا هو قاعد يضخمني أنا ما أعرفه. اكتشف من عنده منشن وهو يضخمك انت ممكن اي شخص. انا ما اتكلم، انا ما اتكلم عني يعني، اتكلم بالمجمل عن السوشيال ميديا. في كثير ناس السوشيال ميديا نلاحظ في الحسابات يضخمون بعض، والناس الثانيه اللي تتضخم هي ما لها علاقه. اللي تتضخم ما لها علاقه احد امرين، يا اعجاب، واحد عنده مشاعر بيطلعها، واحدة يعني جميله ومعجب فيها، لاعب، فنان، اي شيء طلع مشاعره. طبعا هذا اخراج المشاعر بالشكل هذا انا اشوف انه يعني بتشوفين دائما، حتى مو بحسابات قويه وحسابات، فهمتي، وهميه يعني، يا وهميه او ناس مش معروفين. لا في حسابات قويه، في حسابات قويه استاذ. والله ما ادري، احس الواحد اللي الحساب القوي بيحسب كلمته من وجهه نظري. طيب الا اذا جر منفعه، الأمر مختلف. طب أكيد هو يخطط على مستقبل، على شيء. إيه إذا جر منفعة هنا مختلف. طيب هو جر منفعة، معناته أنه المدح بعض الأحيان والثناء ممكن يكون فيه منفعة، معناته أنه ممكن يكون ذكاء اجتماعي. ممكن 100%، بس لازم تعرف اللي الشخص اللي قدامك أنه ما هو يعني اللي واصل للمستوى هذه، ما هو بالبساطة هذه اللي أنك أنت بكلامك. إذا هو أنت منفعتك ما هو مستفيد منها، ترى ما راح تفيدك. لازم يكون المنفعة متبادلة. واضح. طيب خلنا نتكلم أيضا إلى جانب تضخيم الأمور. في هناك مبالغة في إعطاء المشاعر، يعني شخص أنا أحب أبالغ بإني أعطيه مشاعري، إيش الأثار النفسية سواء علي أنا أو حتى على الطرف الآخر؟ والله أستاذتي الكريمة تجينا دائما مشاكل هذه ما يخص العلاقات. أنت لما تبالغ لا إراديا تعطي رسائل جدا سلبية. أكبر رسالة وأسوأ رسالة ترسلها للي أنت تبالغ منه أني أقول له أنت، أنا أبيك دائما وبدون شروط وبغض النظر لإيش تسوي. فهذا وش يسوي؟ يخليه يرتفع سقف توقعاته تجاهي فيتمادى في الخطأ، فأتقبل أخطائه وأبالغ. ليش؟ لحاجة ثانية، خاف أخسره، فأقدم أكثر عشان أتمسك فيه. طيب إيش المشكلة؟ كل مرة أقدم أكثر، كل مرة إيش؟ هو يبالغ، هو يرتفع سقف توقعاته. المؤسف اللي دائم نشوفه إنه يصل حد معين مهما قدمت له، كل مرة تقدم له أكثر تنخفض قيمته، قيمتك في عينه، في النهاية يتركك. نصيحة، لازم يكون متوازن الواحد. صحيح، التوازن هو أهم شيء في أي شيء في الحياة. طب صار عبد، نصيحة أخيرة تقدمها من خلال برنامج سيدتي. أول حاجة، ما في داخلك يشعر بالآخرين. لا تحاول تمهم الناس بأشياء غير موجودة فيك عشان تقول إني أنا كويس، أنا مبدع، لأن الناس ما بداخلك يشعرون فيه. هذا واحد. اثنين، الشخص اللي يعني لك، أنا أقول كثير دائما ورد، الشخص اللي يعني لك انتبه إنك تنجح العلاقة لوحدك. انتبه انك ترجح العلاقه لوحدك. يعني دائما يقول لك مثلا، خلينا نتكلم عن موضوع الزواجات، الارتباط، الاسره، لازم في تنازلات. صحيح صحيح، بس انا ضد التنازل من طرف واحد. امراه تتنازل من جهه واحده خطا، رجل يتنازل من جهه واحده خطا. صحيح. طيب انا ممكن اذا ما تنازلت ما تمشي المركب. اذا التنازلات من جهه واحده فهذه معناها علاقه سامه، نهايه قريبه او بعيده. فلذلك يجب ان يكون التنازلات من الطرفين. نعرف أنه ما في تنازلات 100% متساوية، لكن لازم أنا أشعر الشخص اللي قدامي لا يبي يكمل معي، مو بأنا الحال اللي بكمل. اثنين، لازم تعرف أنه هذه التنازلات إذا الشخص اللي قدامك دائما تصير في الزواجات، شخص يشعر بأن اللي قدامي يبي بدون مهما قدم فيقوم يتمادى. الشيء اللي ما الناس تنجي يعني قاعد يسوي يعني
نوع من الجنون لبعض الناس، واحد متزوج زوجته تموت فيه، تقدم لك كل شيء حتى جزء من واجباتها تقوم فيها كالنفقة ومن النفقة، عقب 20 سنة تترفع عليه خلع. ليش وشلون؟ أكيد أحد خربها، ما أحد خربها، أنت رصيدك اللي عندها نفذ. الشيء اللي الناس ما تعرفه أن الرصيد بين البشر مش زي البنوك. البنوك أنا أخذ فيزا من بنكك لحد معين، لما تخلص توقفين الفيزا، بس لما أجي وادفع ترجعين لي الأشخاص. لا، إذا انتهى، بالذات الصبورين إذا انتهوا، إذا ما يقولون لا بسهول، بس إذا قال لا انتهى، ما يقول لا مرتين، يقول لا مرة واحدة. فأنا أوجه رسالة، من يمتلك شخص يعني له ويصبر عليه لا يختبر صبره. أكيد أستاذ عبد الله العريف أخصائي نفسي أول، أعطيك العافية وشكرا لك عافية. وشكرا لوجودك معنا. يا أهلا وسهلا. مشاهدينا بعد الفاصل مع علاقة قصيدة يبغى يلعب وبكاني بالجن، لقاء مع صاحبها حمد سامي.